تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. عبد الله السعيد بيرتمي في حضن مرتضى منصور وبيقول له غيثني الحقني، النادي الاهلي هيفلسني، النادي الاهلي حجز على اموالي، النادي الاهلي حجز على ارصدتي، الحقني وانا دمي ابيض وانا نفسي العب في نادي الزمالك، ونادي الزمالك ده بيتي، وانا هختم مسيرتي الاحترافيه والكرويه في نادي الزمالك. فقرر مرتضى منصور ان هو يطلع ويعمل سبع رجاله في بعض ويوكل محامي ويدافع عن الاستاذ عبد الله السعيد، وفي نفس الوقت يوعد عبد الله السعيد ان هو يتفاوض مع بيراميدز لضم نادي الزمالك لتحقيق حلمه اللي اتاخر اربع مواسم ولا ثلاث مواسم. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو من المصدر الخاص بتاعه والتاكيد على الكلام اللي احنا بنقوله، وتعالى لي تاني عشان نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي وتدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف عبد الله وهو بيستنجد بمرتضى ونرجع نكمل مع بعض. يلا بينا. سعيد مع الاهلي ظهرت امبارح، ما بداتش امبارح لكن ظهرت امبارح باخبار وارده من النادي الاهلي ان احنا حجزنا على ارصده عبد الله السعيد، وردود من ناحيه عبد الله السعيد من خلال محاميه بان احنا بالعكس ده الاهلي ممكن يتعرض لعقوبات. النهارده من جديد جهه عبد الله سعيد بتقول انه بالرد على المحكمه الرياضيه بان الاهلي حجز على ارصده عبد الله السعيد، فقالوا لنا ان ده تصرف خاطئ من الناحيه الرياضيه، فما هي العقوبات او ما هي العواقب؟ لان العواقب مش شرط عقوبات. العواقب دي يعني ما يلي القرار ده او ما يلي التصرف ده، لكن العقوبات هي عقوبات. يعني العواقب من ضمنها ممكن يكون عقوبات، لكن عبد الله السعيد بقى ايه الموقف الحالي؟ افكركم بالمشهد الاول سريعا جدا. عبد الله السعيد الاهلي جدد له عشان ما يروحش الزمالك، كمل مع الاهلي، راح على فنلندا، رجع على الاهلي، راح على اهلي جده السعودي، اتعمل بند ثلاثي ما بين الثلاث اطراف الاهلي والاهلي وعبد الله السعيد ان اللاعب ده ما ينفعش يلعب في الدوري المصري الا بعد ثلاث سنين الا بموافقتنا الا للاهلي، ولو عمل كده فيدفع 2 مليون دولار غرامه ماليه. ففسخ الاهلي السعودي التعاقد مع عبد الله السعيد عشان يسمح له يروح بيراميدز. ليه؟ كان وقتها علاقه الاهلي مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاهلي الشرفي السابق اهتزت فغادر فانشا بيراميدز، ففسخ تعاقد الاهلي السعودي مع عبد الله السعيد فودعه بيراميدز، فجه لعب اول مباراه لو تفتكروا قدام الاهلي وسجل وصنع. من ساعتها القضيه دي مش يعني شغاله بخطوات بخطوات. طب هتقولي فين اهلي جده في القصه؟ اهلي جده لما الاهلي اشتكى قال لهم انا فسخت عقد انا مش طرف، هتكلمني فين؟ فبقت القصه بين الاهلي وعبد الله السعيد مكمله لحد فين هنشوف. لكن عبد الله السعيد ما علمناه هو انه يعني اكيد مش بيمر بافضل اوقاته. كان عامل حساب اللحظه دي التوقيت ده الى حد ما، لكن برضه فكره الحجز على الارصده تبدو صادمة وتبدو قوية ويبدو لها بكل تأكيد تأثير. وبالمناسبة يعني عشان الناس تبقى عارفة، انت لو بتاخد فلوس قد كده في حياتك يعني فبرضو الحجز على الأرصدة بيبقى مزعج بشكل او بآخر. يعني عشان الناس بتقول انه هو يعني اللعيبة بتقبض كام، بس هو الرقم اي حد بيقبض اي حاجة تأخير مرتب اليوم ده بيضر. فعبد الله السعيد دلوقتي حالته النفسية صعبة جدا. هل هناك تدخل من الأطراف غير اللي ذكرناها؟ نعم، الزمالك سيتدخل في هذه القصة. ازاي؟ اولا بانه سيقوم بالتحرك ناحية الدفاع عن عبد الله السعيد اذا احتاجه اللاعب وببلاش. هل التصرف ده فجأة كده؟ لا، هو التصرف ده لدعم موقف الزمالك في التفاوض لضم عبد الله السعيد للزمالك في الفترة المقبلة، صيف بقى شتاء الصيف اللي بعده، للدعم الفكرة اللي الزمالك بيحلم بيها بقاله ثلاث سنين دلوقتي. فالزمالك قال أنا ناوي إن أنا أدخل أدافع عن عبد الله السعيد. الزمالك عنده طبعا قصص مع المحكمة الرياضية ومع الفيفا وبيحاول يحل واحدة واحدة، لكن هيدخل في دي كمان وهيعتبرها أمر شخصي، أمر يخص الزمالك. هل عبد الله السعيد بقى نفسه عنده استعداد لقصة التفاوض دي؟ لو كان عبد الله السعيد عايز الزمالك من ثلاث سنين ومضى وتصور الصوره الشهيره هو واحمد مرتضى منصور وامير مرتضى منصور والكابتن اسماعيل يوسف مع حفظ الالقاب للثلاثه، بما اني ما قلتش الالقاب في اول اسمين يعني. فلو كان عايزه ايراد من ثلاث سنين
وبعديها في ال3 سنين اللي بعدها بقى يعني الايراد ده بيقل شويه. فعبد الله السعيد دلوقتي عايز الزمالك 24 ايراد. تقول لي ده توقع؟ لا مش توقع، ده ما قاله عبد الله السعيد للمقربين جدا منه: اتمنى ان انهي مسيرتي في نادي الزمالك. ازيدك من الشعر بيت: اتمنى ان ارتدي قميص الزمالك في مواجهة الاهلي. ده اللي عبد الله السعيد قاله في الايام الماضية. وعبد الله السعيد هو الموضوع دلوقتي بقى خلاف ما بين اهلي ولاعب بشكل وصل لمش بس محاكم رياضية، ده الحجز على ارصدة، قصة يعني مزعجة جدا. ف ده بيعضد موقف الزمالك في التفاوض ورغبة اللاعب في انه يلعب بتشيرت الزمالك بل وامام الاهلي، لنرى الى اين ستصل في النهاية. لكن يعني في كل الاحوال ربنا يعينك يا عبد الله، انت لعيب كبير جدا، والموقف ده ايا ما كان مين فيه اللي هيحكم لصالحه، فالوضع الحالي يعني اعتقد مفيش انسان يعني هيبقى حاسس ان دي حاجه تفرح. كل واحد من حقه يدور على حقه، اهلي او عبد الله السعيد، وننتظر لمن سيحكم، لمن سيحصل او لمن الحق في النهايه. لكن الوضع الحالي بتاع حجز على الارصده ده، انا قلبي معاك وربنا يطمنك ويعني يحقق اللي فيه الخير باذن الله لكل الاطراف. يعني مرتضى هيساعد عبد الله السعيد، يدفع له بقى الغرامه، يتفاوض مع بيراميدز ان هو يشتري اللاعب ويتكفل بيه، يتقسط المبلغ للفيفا، يتجدول. ولكن انت يا مرتضى مش لاقي فلوس وبتشحت فلوس وبتقول انا مش هدفع ولا مليم لاتحاد الكوره عشان انا مش مديون، ده اللجان اللي قبلي. اللجان اللي قبلك ايه يا عم؟ ده اصلا الحاجات دي كانت في عهد، ده اللجنه كانت بتبقى 5 شهور ولا 6 شهور وبتمشي، وانت اللي اصلا بتبقى موجود. اتحليت كذا مره عشان لسانك الطويل، عشان بتشتم بتاع اللجنه الاولمبيه، الكاف، الخطيب، مصطفى، مش عارف، الدكتور حسن مصطفى الى اخره. لسانك هو اللي بيخليك تتحل، ما بتتحلش عشان الدولة واقفة ضدك، بالعكس ده انت الدولة والتحكيم ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الشباب كلهم زملكاوية وكلهم في صفك، كلهم في صفك وبيطبطبوا عليك، مهما بتقول محدش بيقول لك انت بتعمل ايه، نهائي. لكن سيد عبد الحفيظ يطلع يقول تصريح تتقلب الدنيا وما تقعدش، ازاي وازاي وازاي، لكن انت تطلع تشتم على الحكام وعلى حسين عامر وعلى الواد مش عارف مين وعلى مين وعلى رئيس اتحاد الكوره. انت ما بتسيبش حد يا راجل لما بتشتمه. لكن انت جبت القلب الجامد منين ده يا مرتضى؟ وهتدفع للراجل 40 ولا 50 ولا 60 ولا 80 مليون. صح انا نسيت، ده وزير الرياضه فتح لك ميزانيه مفتوحه يا ريس، اداك 100 مليون في 100 مليون في 100 مليون من وزاره الشباب والرياضه. انا نسيت. لا لا لا، ليك حق يا مرتضى، فعلا ليك حق ان انت تفاوض وبقلب جامد، ما انت عندك ناس بتسدد لك ديونك، وفي السكه برضو الحاجه ام 10 قروش، قول عليها ب 50، قول عليها ب 60، والباقي انت عارف بقى بيروح فين. الله ينور، يعني انت استاذ في المواضيع دي من ايام الريان، من ايام الريان ومن ايام ده. انا ان شاء الله هعمل لكم فيديو، هجيب لكم اشرف السعد وهو بيتكلم على موضوع الريان وازاي مرتضى واوضه الفيران اللي اتحبس فيها وحاجات كده ملذه وطاب، بس 3 4 ايام كده ان شاء الله لما نخلص من المعمعه اللي احنا فيها. واحنا عندنا سيل من الفيديوهات، انا بنزل 3 فيديوهات في اليوم، فما عنديش متسع من الوقت ان انا انزل اكتر من 3، بالاضافه ان اليوتيوب ما بيبعتش غير 3 اشعارات ل3 فيديوهات من اي قناه، كان زمان فتحها سلاح ملاح، بطل الكلام ده دلوقتي، حتى ممكن في ظل ما انت مفعل زر الجرس ما يوصلكش اشعار، ما تفهمش ليه، لو انت مش بتشترك بشكل ايجابي فاليوتيوب بيعتبرك ان انت مش مهتم بهذا المحتوى فما بيبعتلكش. عشان كده انا بكرر مره واتنين وتلاته عشر ان انت لازم تعمل لايك، لازم تعمل كومنت، لازم تعمل شير، علشان اليوتيوب يعرف ان انت مشارك معانا، هتعلي القناه بتاعتنا، صوتنا هيوصل للمسؤولين، قناتنا هتبقى كبيره بيكم وليكم. بنقول لمرتضى منصور قضيتك خسرانه يا استاذ مرتضى، لان اللاعب عليه مبلغ كبير، لو انت هتسدد خلاص، اول ايه رايك نخصم ده من ده، انت عليك فلوس لكهرباء، طيب هات الفرق وخد اللاعب وعيش، عيش يا استاذ مرتضى. طول ما انت وراك اشرف صبحي ووراك ميزانيه الدوله المفتوحه لك لنادي الزمالك، اخرب يا عم وهات لعيبه عواجيز ملهاش 900 لازمه وحطها في نادي الزمالك مع نفسك.
انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفنا، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، وسلام عليكم.